ترسم الأمل بغد مشرق، وأنا عزيمة سواعد تخط أبجدية المستقبل، وأنا ثبات صخرة تبني أسس حضارتنا. أما أنا قلب يضخ نبض حياة نستحقها، أنا عين الأمان التي لا تخفل ولا تنام، وأنا من يروي حكايا وروايات التاريخ. أما أنا فثبات جذور زيتونة لا تهزها رياح عاتية. أنا فلسطين. دولة فلسطين حلم كل فلسطيني في الوطن والشتات ومخيمات اللجوء. شعب هجر وتهجر قسرا ومش طوعا، عانى على مدى أكثر من 65 عام من اللجوء ومحاولة معايشة واقع مرير ببلد آخر. كل فلسطيني بحلم بالرجوع، بحلم بالعودة لمدينته قريته ويشم هوى بلاده اللي برد الروح. وكل فلسطيني بحلم بدولة اسمها فلسطين، يسكنها ابن فلسطين ويعمرها ابن فلسطين. مشوار كلنا بدنا نتعب فيه لنحقق الحلم الأكبر بالسيادة الكاملة على أرضنا وترابنا وتحت سمائنا. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنا فلسطيني. أبرز محطاتي قضية فلسطين في الأمم المتحدة منذ ولادة ما يسمى بالمسألة الفلسطينية في الأمم المتحدة في 29 من نوفمبر عام 47. في كل عام تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة 16 قرارا تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وحق العودة والسيادة على الموارد الطبيعية وعدم شرعية الاستيطان. في 29 من نوفمبر عام 47 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 الذي نص على تقسيم فلسطين الخاضعة في ذلك الوقت للانتداب البريطاني لإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية. في 11 من ديسمبر عام 48 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 194 الذي ينص على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين. في 8 من ديسمبر للعام 49 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 302/5 الذي أسس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنوروا. في 14 من أكتوبر عام 74 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا اعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال. في 22 من نوفمبر عام 74 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، وحصلت المنظمة على صفة مراقب في الأمم المتحدة كحركة تحرر وطني. في 20 من آب عام 80 تبنى مجلس الأمن القرار رقم 478 الذي رفض الاعتراف بقرار إسرائيل ضم القدس واعتبره لاغيا وباطلا وغير شرعي. في 15 من نوفمبر عام 88 أعلن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية قيام دولة فلسطين المستقلة وقبول قراري الأمم المتحدة 242 و338 الداعيين لانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 والتوصل إلى حل عن طريق التفاوض. وفي حينه كلف المجلس الوطني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالقيام بمهام حكومة دولة فلسطين. وبناء على إعلان الاستقلال تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا استعاض فيه عن تسمية فلسطين في الأمم المتحدة من منظمة التحرير الفلسطينية إلى بعثة فلسطين المراقبة الدائمة. بتاريخ 12 من أذار عام 2002 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1397 والذي يذكر دولة فلسطين للمرة الأولى. بتاريخ 19 من نوفمبر عام 2003 تبنى مجلس الأمن القرار رقم 15/15 الذي دعا إلى قبول خطة خريطة الطريق والالتزام بها ودعمها وتطبيق عناصرها. في 9 من يونيو عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارا استشاريا أكدت فيه أن جدار الضم والتوسع الذي أقامته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني
ويستوجب على إسرائيل إزالته وتفكيكه، وأكدت على المسؤولية القانونية للمجتمع الدولي في تجسيد حق الفلسطينيين في تقرير المصير. في 23 من أيلول عام 2011 قدم الرئيس محمود عباس طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة للأمين العام بان كيمون. في 31 من أكتوبر عام 2011 حصلت فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. في 22 من آذار عام 2012 قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء بعثة تحقيق دولية حول تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. في 29 من حزيران عام 2012 أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو كنيسة المهد والبلدة القديمة في بيت لحم بما فيها طريق الحجاج على قائمة التراث العالمي. في 26 من نوفمبر عام 2012 وزعت بعثة فلسطين الدائمة المراقبة في الأمم المتحدة مشروع قرار منح فلسطين مكانة دولة مراقب في الأمم المتحدة. في 29 من نوفمبر عام 2012 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة. في 11 من أيلول عام 2015 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يطالب الأمين العام للمنظمة الدولية برفع العلم الفلسطيني فوق مقر الأمم المتحدة في نيويورك. في 30 من أيلول عام 2015 رفع علم فلسطين في مقرات الأمم المتحدة إلى جانب أعلام باقي الدول 193 الأعضاء في المنظمة الأممية. في 11 سبتمبر في 1922 أقرت عصبة الأمم الانتداب بشكل رسمي، مع العلم أن الانتداب البريطاني والفرنسي للمنطقة بدأ بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى سنة 1920. وبعد الانتداب البريطاني ووعد بلفور لليهود في وطن قومي إلهم في فلسطين عام 1917 بلشت الهجرة اليهودية لفلسطين. وعام 1948 حدثت النكبة، نكبة الفلسطينيين، وتهجر أكثر من 700 ألف فلسطيني إلى خارج بلاده. وبعد النكبة في نكسة 67، وبعد انتكاسات ونجاحات استطاعت القيادة الفلسطينية استرجاع بعضا مما سلب من أرض فلسطين وحكمها إلى يومنا هذا. نسعى كفلسطينيين إلى اعتراف كامل بوجودنا في جميع المحافل الدولية. سألنا المواطن الفلسطيني متى تم إعلان دولة فلسطين وفي أي دولة؟ خلينا نشوف مع بعض شو رد علينا الفلسطيني. عام 1969، يعني قبل 18 عام. 94، إذا مش غلطان على الأغلب 1988. في 94، عام 1969، 1988 في الجزائر، 94 تاريخها، تاريخ في 94 لما دخلت السلطة. 94، 87، 11/11/1999، 88، بال94 تم إعلان دولة فلسطين 15/11/1988. في 1988، 87، 1988، 97. والله ما بعرف متى تم إعلان دولة فلسطين، هذا ما بعرف. في 15/11/1994، سنة 1992 يا 93 أعلنت بالجزائر. 1988، 1/1/1965، في 1993.
إعلان دولة فلسطين في 95. فلسطيني أعلن الدولة مرتين مش مرة. المرة الأولى كانت بإعلان حكومة عموم فلسطين من القدس سنة 1948 برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي، حيث قام جمال الحسيني بدورة عربية إلى جميع الدول العربية حاملا نص الاستقلال اللي بيقول: بالنظر لما لأهل فلسطين من حق طبيعي في تقرير مصيرهم واستنادا إلى مقررات اللجنة السياسية ومباحثاتها، تقرر إعلان فلسطين بأجمعها وحدودها المعروفة قبل انتهاء الانتداب البريطاني عليها دولة مستقلة وإقامة حكومة فيها تعرف بحكومة عموم فلسطين على أسس ديمقراطية. أما الإعلان الثاني فهو حدث في سنة 1988 في الجزائر، حيث قام القائد الراحل أبو عمار بإعلان دولة فلسطين بالنص التالي: بسم الله وباسم الشعب أعلن قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. نحارب بالعقل، هاي هي ميزة الفلسطيني. نقاتل للوجود الشرعي والحق اللي ما بيموت، نثابر في العمل والبحث ومن رب أولادنا على حلم فلسطين اللي عم بتحقق تدريجيا. قيادة وشعب، أم وأب، طبيب ومهندسة، كلنا بنحلم بالدولة الفلسطينية الكاملة، ويجب علينا كلنا حماية الحلم إلى أن يتحقق كاملا. اليوم عنا وجود في المحافل الدولية، بكرة حيكون عنا وجود كامل على أرضنا ومن شعبنا. تحرس عين فلسطيني رجع من الشتات ليزرع ويصنع ويبني الوطن، وتصبحون على وطن.